انا استاذنكم بس في حاجه في بدايه عشان نقدر نكمل المؤتمر وعشان الامور تبقى هاديه. استاذنكم ان حد كله يبقى قافل تليفوناته عشان ما يبقاش فيه مقاطعه للمؤتمر. احنا اولا بنشكر اهتمامكم وحضوركم لمؤتمرنا الصحفي الخاص بازمه الطاقه في مصر. اولا بنعتذر عن تاخر الدكتور عمرو حمزاوي رئيس الحزب، وهو في الطريق وهيشارك في المؤتمر، فهو هيكون جزء من التاني وقت اسئلتكم ومداخلاتكم بعد لما نعرض الورقة اللي احنا بنقدمها النهاردة. هو جزء من اوراق سياسية الحزب هيبقى معني بطرحها على الرأي العام. احنا النهاردة بنفضل ان احنا نطرح اوراقنا السياسية وافكارنا اللي احنا كنا بنحاول نشتغل عليها في السنوات المختلفة من خلال حضراتكم، من خلال مؤتمرات صحفية. واستكمالا للمؤتمرات الصحفية احنا بس بنفتح نقاش عام على قضايا الطاقة. احنا كحزب مؤمنين ان السياسات العامة لا يمكن ان تحتكر من احد، وان احنا عندنا مسؤولية كحزب سياسي ان احنا نضيف للنقاش ده ونقول وجهة نظرنا في المشاكل المختلفة اللي بتخص حياتنا اليومية. احنا في الحقيقة ورقة الطاقة النهاردة دي مش اول ورقة احنا بنصدرها في ملف الطاقة. احنا اصدرنا ورقة قبل كده عن ملف الطاقة من سنة فاتت، وقدمنا فيها برضو رؤيتنا لأبعاد المشكلة ورؤيتنا للحل. الورقة دي تعتبر تحديث للورقة السابقة، لأن احنا ملف الطاقة شايفين انه ملف حيوي وقضية محتاجة اهتمام من الكل، ومحتاجة انه يكون يعني محل نقاش. ولا انا اسف ان انا دخلت في النقاش مباشرة، وشكرا للسؤال. انا شهير جورج اسحاق، امين عام حزب مصر الحريه، واللي معايا الزميل اللي هو احد المعدين الورقه هو الدكتور تامر ممدوح، احد معدين الورقه اللي في الطاقه، واللي هو هيكون مسؤول لعرض النقاط الرئيسيه من الورقه الخاصه بالطاقه. مش هطول على حضراتكم كتير، احنا ما عندناش يعني امور نتكلم عليها غير في الملف، فهدي المجال للاستاذ الدكتور تامر نعرض عليكم الافكار الرئيسيه للورقه، وبعديها لو يعني لحقنا الدكتور عمرو هنعمل مداخلة سريعة، ثم نفتح المجال للأسئلة لحضراتكم. شكرا. الدكتور تامر ممدوح. الدكتور تامر ممدوح هو عضو المكتب السياسي الخاص بالحزب، ومسؤول ملف الإعداد عن ورقة الطاقة بجانب زملاء آخرين. والدكتور تامر يعني هيستعرض الزملاء الآخرين. شكرا لأستاذ شهير، أمين عام للحزب. أنا تامر ممدوح، مدرس في كلية هندسة جامعة القاهرة. شارك معايا في إعداد الورقة أستاذة سلمى ناجي، برضو موجودة معانا هنا. الورقة مقسومة جزئين، وأعتقد معظم الناس معاها نسخة من الورقة، واللي ما وصلوش نسخة يا ريت يسيب لنا الإيميل بتاعه بعد في النهاية عشان نبعت له نسخة من الورقة. الورقة جزئين لأن أزمة الطاقة في مصر منقسمة إلى شقين مرتبطين ببعض بشكل أو بآخر، شق الكهرباء وشق الوقود المختلف بأنواع المختلفة. وطبعا الجزء الأول منها واللي هو أكثر الناس حاسة به خصوصا الفترة الأخيرة هو الكهرباء. أزمة الكهرباء في مصر بدأت في الظهور في 2007-2008 نتيجة إن إحنا حصل نمو اقتصادي وفي الصناعة وفي نتيجة النمو الطبيعي لزيادة السكان. النمو اللي بيحصل في كل الدول في الطلب على الطاقة أو على الكهرباء بيبقى متوقع إلى حد كبير، بيبقى بحدود طبعا بيختلف من دول متقدمة للدول النامية اللي زينا. الدول النامية بيبقى أكتر شوية عشان على طول في نمو المتوقع أسرع ونتيجة زيادة السكان بتبقى أعلى. لكن النمو اللي حصل في الفترة من 2005-2006-2007 كان أعلى من اللي كان موضوع في الخطة، المفروض الخطة الخمسية اللي قطاع الكهرباء حطتها عشان يبني محطات ينتج بيها كهرباء تكفي الاحتياجات. فده أدى لأن من أول صيف 2007-2008 ابتدى يبقى في عجز في الكهرباء اللي بننتجها عن تلبية الاحتياجات المختلفة. وطبعا العجز ده زاد نتيجة ان احنا اتأخرنا في الخطط بتاعتنا، وطبعا زاد اكتر بعد ثورة 25 يناير. فالحلقات بتاعت الكهرباء عندنا حلقة الاستهلاك
حلقة الإنتاج وما بينهم في النقل والتوزيع. فالإنتاج زي ما قلنا في مشكلة فيه، والمشكلة دي سببها إن إحنا أولاً خططنا ما كانتش متواجبة مع النمو المتوقع، ثانياً والخطط بتاعتنا ما كانتش متواجبة، مش بس كده، مش بس في التخطيط وفي التنفيذ كمان، لأن محطة الكهرباء مشكلتها إن هي مكلفة. يعني ممكن المحطة اللي مثلاً واحد أو 1000 ميجا ممكن تتكلف دلوقتي في أسعار اليومين دول حوالي $1 مليار، والمشكلة إن نص تقريباً مكونات المحطة بيكون مستورد أو منتج مكون أجنبي، وبالتالي محتاج دولارات عشان تغطي الجزء ده. فده حصل أزمة في التمويل إنشاء المحطات من أول 2007-2008. الأزمة دي سببها أكتر من حاجة. أولا إن إحنا عندنا كانت مشكلة في التعريفة، في هيكل التعريفة، إن كانت الدولة بتدعم قطاع الكهرباء مرتين، بتدعم الأول الغاز والمازوت المستخدمين في تشغيل محطات الكهرباء الحرارية اللي هي تمثل الجزء الأكبر من الشبكة بتاعتنا أو الجزء الأكبر من الإنتاج، حوالي 90% من إنتاج الكهرباء في مصر معتمد على المحطات الحرارية اللي هي بتستخدم الغاز أو المازوت. فبناء كانت الدولة بتدعم السعر ده، وبعد كده بتدعم تاني سعر الكهرباء اللي بيتباع للمستهلكين بتوعه، وبالتالي في ديون متراكمة على طول عمالة تتراكم على قطاع الكهرباء، ونتيجة إنه بيبيع بسعر أقل من التكلفة. وحتى الغاز والمازوت اللي هو بيشتريهم المفروض من قطاع البترول والمفروض بسعر مدعم، مش قادر نتيجة زيادة تكاليف التشغيل المستمرة مش قادر يدفعه. فالحكومة بتتحمل الديون قطاع الكهرباء عنه تجاه قطاع البترول، فكل ده عمل دورة من الديون اللي خلت القطاع ما عندوش قدر على التمويل الذاتي ان هو يقدر يبني هو ويستثمر في المحطات دي. فعشان كده اللي حصل ان الخطة الخمسية الاخيرة 2007-2012 اللي كان مستهدف بناء محطات، عدد محطات معين يغطي الانتاج الاستهلاك المتوقع، اتأخرت منها محطات وما دخلتش الا في 2013-2014، زي مثلا محطة العين السخنة دي ما دخلتش لغاية دلوقتي. يعني المفروض متوقع طبقا لتصريحات وزير الكهرباء انها تخش لسه في نوفمبر. محطة بنها دي المحطة الوحيدة اللي بدأوا فيها من الخطة الجديدة، لان 2012 احنا الخطة الخمسية ل 2012 فات عليها سنتين، في الخطة 2012-2017 المحطة الوحيدة اللي تم البدء فيها بنها، ودخلت المفروض جزء منها في شهر مارس اللي فات، وفي محطة تانية شمال الجيزة لسه برضو ما دخلتش. فكل ده التأخير في الاستثمار في الجزء الإنتاج خلى العجز بتاعنا يزيد بالشكل اللي احنا شفناه في الصورة دي. الجزء الثاني في المشكلة اللي هو ما بدأش يظهر إلا بعد 2011، إن احنا الإنتاج الغاز اللي هو كان يمثل حوالي 80% أو 50% والوقود اللي معتمد عليه المحطات الحرارية بدأ يثبت. إنتاج مصري بدينا اكتشافات كبيرة 2003-2004، فكل ما بتعمل اكتشافات انتاجك عمال يزيد، لكن الحقول دي ابتدت توصل للمرحلة اللي بيسموها الاستابيليتي يعني او البلاتو، ان هي ما بتزيدش. فانتاجك للغاز شبه ثابت بقاله من 2010، في نفس الوقت الاستهلاك عمال يزيد، وكل ما محطة كهرباء جديدة تخش انت محتاج لها غاز اكتر. ومحطات الكهرباء تمثل حوالي 57% من انتاج من الاستهلاك الغاز في مصر، وبالتالي بقى عندك عجز في الغاز اللي هو كله مصري اللي من الحقول بتاعتنا يعني اللي تقدر توفره للكهرباء. فاضطريت ان انت تستبدل جزء من الغاز بوقود بديل اللي هو المازوت، واللي هو استهلاكنا منه في محطات الكهرباء برضو يمثل حوالي نص استهلاك مصر من المازوت عموما. فعشان تستورد المازوت محتاج دولار، واحنا ابتدينا من اول بعد الثوره ابتدينا نستنزف
الاحتياطات بتاعتنا الدولارية نتيجة ان الاستثمار قل الاخ القصة اللي احنا كلنا عارفينها. فبقى عندي المشكلة مزدوجة، مشكلة في ان انا المحطات عندي لا تكفي، ثانيا مش قادر ألبي احتياجاتنا من الوقود للمحطات حتى اللي موجودة، مش المحطات لسه جديدة اللي هتتبني. فعشان كده وصلنا لأزمة كبيرة لو فاكرين في أبريل 2013 قبل 30 يونيو حتى، كان في قطع كتير جدا نتيجة ان كان في أزمة في الوقود في المازوت تحديدا وفي الغاز. الغاز كله بتاعنا مش بنستورده، لكن في قطاع منه بيبقى ملك الشريك الأجنبي، ممكن أكتر من نص، فده بنضطر نشتريه من الشريك الأجنبي بالسعر العالمي بالدولار. فاحنا قعدنا في مشكلة أخرى، إن أنا باخد الغاز من الشريك وما بدفعلوش، تراكم الديون الشركات المصرية قطاع البترول تراكم الديون عليه تجاه الشركات الأجنبية اللي بتنقب عن الغاز وعن البترول، فبقاش قادر توقف. فالحل كان أبريل ساعتها إن احنا تدخلت قطر وساهمت في استيراد منتجات بترولية عشان الكهرباء، فتحلت المشكلة شوية في شهر مايو زي ما شوف. السنة دي اتكررت تاني في شهر مارس وفي شهر أغسطس. طبعا دايما القطع بيزيد في الصيف عشان الاستهلاك بيزيد، والبيك القمة بتاعته بتبقى في شهر 8. عشان كده احنا وصلنا لأسوأ فترة في القطع كانت الأسبوع التاني والأسبوع التاني من شهر 8، واللي بعد كده قدروا كانت دي سببها الأساسي برضو جزء منها ان في نقص في الوقود. فاحنا عشان نطلع من المأزق ده في الكهرباء، اللي هو مأزق ان انا عندي محتاج فلوس عشان استثمر، ومحتاج فلوس عشان ادفع ثمن الوقود اللي بشتريه عشان ما يقلش، ومحتاج كمان اوفر المتطلبات المستمرة للقطاع. احنا اقترحنا مجموعة من، طبعا في معلومات اكتر بكتير من اللي انا قلته بسرعة وتفاصيل، وطبعا تبقى ده دايما جزء من مشكلة الكهرباء ان في مصطلحات فنية كتير بتبقى مش مفهومة للناس. فاحنا عملنا فيه ملحق في الاخر الورقة في التعريفات كلها بتاعة المصطلحات. فضمن يعني السياسات اللي احنا اقترحناها لحل مشكلة الكهرباء، في حلول طبعا قصيرة المدى وحلول بعيدة المدى. اولا ان احنا نخلص المحطات اللي متأخرة. احنا في محطات متأخرة من خطة 2007-2012 كان المفروض تشتغل من سنتين ثلاثة، لازم في استثمار يدخل في القطاع ده وتخش المحطات دي، ونبدأ تنفيذ الخطة 2012-2017 اللي هو قطاع الكهرباء المفروض حاطط ليها استثمارات حوالي 75 مليون جنيه. ولان قطاع الكهرباء ادرك ان هو خلاص مش هيقدر يمول ذاتيا الحاجات دي، فنص الخطه تقريبا مخصصه لمحطات قطاع خاص. بس عشان القطاع خاص يقدر يستثمر كان لازم اقدر اشتري منه بسعر يقدر يكسب، لان قطاع خاص عايز يعمل محطة كهرباء مش هيعملها لله، هو عايز يعملها عشان يكسب، يبيع الكهرباء ويكسب منه. فكان لازم نعمل نعدل التعريفات عشان يبقى ده جاذب. وده من جان هنا جت خطوة الوزارة الكهرباء في يوليو اللي فات انها حطت خطة على مدى 5 سنين، ودي الاول مرة بنشوفها في حكومات، في اي وزارة كهرباء جت اي حكومة، ان اتحطت خطة على مدى 5 سنوات لرفع التعريفات الكهرباء سواء للمستهلكين المنازل اللي هو بيشكلوا حوالي 42% من الاستهلاك، او المستهلكين الصناعيين اللي هم حوالي 30%، وبقيه المستهلكين في الخدمات العامه وكده. فالمفروض ان هي ده السعر التدريجي، ارتفاع التدريجي سنويا للتعريفه اللي هكتمل 2018-2019 هيوفر كتير من الفلوس اللي هي كانت بتروح في الدعم بتاع المنتجات البتروليه او الكهرباء، فده هيؤدي الى ان يبقى فيه فلوس متوفره للاستثمار في المحطات. والمشكلة الثانية المرتبطة بيها بتاعة الوقود والديون المتراكمة ما بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء. طبعا فده ده
اول خطوه كانت لازم تتعمل والمفروض ان هم بداوا فيها. تاني حاجه ان احنا يبقى في برامج واضحه للترشيد، لان احنا الاستهلاك عندنا زايد بشكل غير معتاد او غير طبيعي عن الدول اللي احنا اللي زينا. فكان لازم يبقى في برامج واضحه لترشيد الاستهلاك، وخصوصا في المصالح الحكوميه والمرافق العامه، وطبعا في المنازل اللي هي تمثل اللود الاكبر، عن طريق ان احنا استخدام اللمبات الموفره العاديه او اللمبات الموفره الجديده اللي هي بيسموها الليد. فطبقا لكلام التصريحات مؤخرا يعني في اليومين اللي فاتوا من وزاره الكهرباء، ان في خطه او في مناقصه هتنزل لطرح 10 مليون لمبه ليد تتوزع على المنازل، بحيث ان هي لان هي لسه الليد هي طبعا اللمبه الموفره العاديه كلنا عارفينها ب 10 ل 15 جنيه تمام، وتعيش لو في استخدام عادي ممكن تقعد من 3 الى 5 سنين. لكن اللمبه الليد سعرها مازال غالي يعني في حوالي 50 جنيه بس، هتعيش اكتر واستهلاك الكهرباء بتاعها اقل، هي مفيده جدا بس غاليه، فهم عايزين يجيبوها ويوزعوها على الفواتير والمستهلك يدفع على اقساط يعني او واحده واحده يدفع ثمن. فدي خطوه جيده نتمنى انها تحصل، وهي كانت موجوده عندنا في الخطوات الايه قصيره الاجل. طبعا مهم جدا ان احنا جزء كبير من مشكلتنا برضو مش بس اللمبات، الاجهزه كلها اللي بنستخدمها في كتير منها مش المواصفات القياسيه بتاعته من جهه استهلاك الكهرباء سيئه، وبتتباع بدون اي مشكله. فلازم يبقى في مواصفات قياسيه للاجهزه، كل الاجهزه الكهربائيه اللي بتتباع في السوق المصري، بحيث ان هي تكون على المستوى ايه في التصنيف الاوروبي للاستهلاك للكفاءة، اللي هو أعلى كفاءة، بحيث نقلل استهلاك كهرباء للغسالات والثلاجات وإلى آخره. طبعا خطوة كمان هي إن أنا عندي دلوقتي قرى سياحية في كل حتة، في البحر الأحمر وفي شرم الشيخ وخلافه، لازم القرى دي تستخدم بدل السخانات الكهرباء أو السخانات الغاز تستخدم سخانات شمسية. احنا الحمد لله عندنا الشمس حوالي 350 يوم في السنة من 365 يوم. طبعا لو ده كمان في المنازل هيبقى جيد، بس هو طبعا هيبقى مناسب أكتر للمنازل الصغيرة، لأن العمارات الكبيرة السخانات الكهرباء مش هينفع في المساحة الصغيرة اللي فوق سطح العمارة. وزي ما نستخدم سخانات شمسية ممكن نستخدم كمان الخلايا الشمسية للكهرباء اللي هي بيسموها فوتوفولتيك، بس لازالت الخلايا دي بتبقى لسه تكلفتها عالية، فلسه مش محفزة للناس انها تستخدم. ده بالنسبة لي الحلول قصيرة المدى. في حلول متوسطة وطويلة المدى، ان احنا في كود مصري مفروض عمل لكفاءة الطاقة في المباني، ان هي دلوقتي انت عندك مباني كتير، مباني ادارية وسكنية وخلافه، فيها تكييف مستمر طول اليوم، لازم يبقى في عزل بشكل معين، بحيث ان انا الطاقة دي تكون تحافظ عليها، سواء كانت في ومش بس التكييفات، في الإضاءة وفي كله، يبقى في كود يتم تطبيقه في كل المباني الجديدة، ويتم محاولة تطبيقه كمان في المباني القديمة. طبعا اتمام الربط الكهربي مع السعودية، لأن احنا في اتفاق ربط مع المملكة العربية السعودية بين شبكة مصرية وشبكة السعودية، وقدرة الربط هتكون حوالي 3000 ميجا، وده رقم كويس، والمفروض المشروع شغال بس المفروض يكتمل من خلال سنتين او ثلاثة، فده هيوفر لنا جزء من الطاقة، ان انا بدل ما انا هعمل جزء من المحطات اللي هي ممكن ابنيها هشتري من السعودية اللي هي عندها فائض في الكهرباء في وقت الذروة، اشتري منها جزء من الكهرباء. طبعا انا عندي مشكلة تانية في الشبكة، ان انا في الفقد في الشبكة عالي من حوالي 10 ل 11%، المفروض المعدل العالمي 5 ل 6%. الفقد ده نتيجة إن الشبكة اللي هي بتربط ما بين الإنتاج والاستهلاك فيها مشاكل، وفي أجزاء منها قديمة عايزة صيانة، وفي أجزاء عايزة إحلال واستبدال، وفي مشاكل تانية اللي ظهرت برضو بعد الثورة التانية. فالفقد
ده لازم يقل باستخدام بتطوير شبكه النقل والتوزيع. ومشكله زي اللي حصلت يوم الخميس دي ما كانتش مشكله في الانتاج واكيد مش مشكله في الاستهلاك، هي كانت مشكله في شبكه النقل نفسها. ان انت عندك مناورات بتحصل بصوره روتينيه، بس لو حصلت فيها غلطه او مشكله هتعمل لك ازمه كبيره زي اللي حصلت. فعشان كده زي ما الانتاج زياده في الانتاج مهم والترشيد في الاستهلاك مهم، الاستثمار في النقل والتوزيع مهم برضو، وان الشبكه بتاعتنا تتطور لتقليل الفاقد ولتلافي اي مشكلات ممكن تحصل. طبعا الطاقه الجديده والمتجدده، مزارع الرياح عندنا المناطق اللي بتنفع فيها خليج السويس والمنيا، دي المناطق اللي ينفع فيها مزارع اقتصاديه. فالمفروض ان في طرح قريب للكلام ده، لكن المشكله ما زالت ان هي سعرها عالي، بس حوالي 70 قرش كيلو وات او 65 قرش مقابل المحطات التقليديه تبقى 45 ل 50 قرش. بس في اتجاه ان هي تطرح للقطاع الخاص ان هو يستثمر فيها، والمفروض في اللجنه الوزاريه للطاقه من الاسبوع اللي فات اعلنت ان هي التعريفه هتكون 84 قرش، يعني الدوله هتشتري ب 84 قرش، فده يشجع الاستثمار في الرياح. بس المساحات زي ما قلنا مش كتير، يعني المساحات اللي في مصر اللي تنفع لمزارع الرياح مش كتير. عشان كده في تركيز اكتر على الخلايا الشمسيه، وبرده اللجنه الوزاريه اقترحت تعريفه ليها عشان تبدا تطرح للقطاع الخاص اللي هي 115 قرش، ان هي دي اغلى من كل بقى الطرق الثانيه. والمفروض تطرح يعني المحطه، في محطه المفروض هيبداوا يطرحوا فيها في كومومبو. فالهدف من كل ده ان انا انوع المصادر اللي انا باخد منها الطاقه الكهربائيه بتاعتي. طبعا لو دخلنا في مشروع الطاقه النوويه اللي المفروض يكون بنتكلم عنه من الثمانينات، طبعا ده برضو جزء من الحل. طبعا ما وعد في الاعتبار المشاكل التشغيليه والبيئيه بتاع موضوع زي مشروع الطاقه. طبعا مصر برضو عندها حاجه تانية ممكن تستفيد منها في الكهرباء، هي المخلفات. احنا عندنا الزباله والمخلفات المنازل والمخلفات الزراعيه ممكن يتم استغلالها في توليد الكهرباء بطريقه اللي بنسميها البايو جاز، وده بيمثل مثلا في بلد زي المانيا حوالي 9 ل 10% من انتاج الكهرباء جاي من المخلفات. الاستثمار في الموضوع ده برضو مهم، ومش شايفه يعني مش شايفينه حتى الان في اي كلام او اي خطط من جهه وزاره الكهرباء. ده الجزء الاول من الازمه بتاعتنا اللي هي ازمه الكهرباء. زي ما قلنا مرتبط بيها ازمه الوقود الثاني. الوقود اللي عندنا، عندي الغاز اللي هو بيستخدم في الكهرباء اساسا وفي الصناعه وفي المنازل، بس طبعا الاستهلاك المنازل يمثل 4-5% مش كبير. عندي البنزين اللي هو بيستخدم في السيارات، وعندي السولار وده مهم جدا، هو ده اكبر مشكله فيه لان هو بيمثل حوالي 95% من نقل البري في مصر، سواء كان نقل الافراد او نقل البضائع بيتم عن طريق البر، وبالتالي عن طريق سواء الاتوبيسات او التريلات وخلافه وشغاله بالسولار. والبوتاجاز اللي هو بيستهلك في المنازل، والمازوت اللي هو بيستهلك في الكهرباء وفي الصناعه. فاحنا بالنسبه للغاز زي ما قلنا قبل كده ان احنا انتاجنا ثابت بقى لنا 3-4 سنين نتيجه ان انا مفيش اضافه في الحقول. ليه مفيش اضافه في الحقول؟ لان انا الشركات زي ما قلنا تديني الغاز بتاعها النصيب بتاعها وانا ما بدفعش او بتاخر عليهم في الدفع. احنا وصلنا دلوقتي الديون المتراكمه في اخر شهر 8 بتاعت قطاع البترول عند الشركات الاجنبيه العامله في مصر في قطاع البترول والغاز حوالي 6.5 مليار دولار. بس المستهدف ان هي هيدفعوا يعني طبقا لاستعداد وزير البترول ان هو هتقل ل 4.4 في شهر 12، ده الهدف يعني. عشان
لما طبعا لما بقت ما بقتش الشركات الاجنبيه تاخد فلوسها، طب هي تستثمر ليه؟ انا مش عايز استثمر في بلد انا مش عارف ايه اللي هيحصل فيه. فالاستثمارات في الحقول البحر المتوسط بتاعت الغاز او في حقول الصحراء الغربيه بتاع البترول من جهه الشركات الاجنبيه الكبيره قل كتير، فالانتاج بتاعي قل والاستهلاك طبعا عمال يزيد، فده دخلنا في الازمه سواء في الكهرباء او في الصناعه. لان انا في احيان كتير عشان احل ازمه الكهرباء بقلل الغاز اللي بوجهه للصناعه، فده بيأثر على صناعات اللي هي معتمده كتير على الوقود على الغاز سواء كانت الاسمده بالذات او الحديد او الاسمنت، وده اللي دخلنا في القصه بتاعت الفحم ان هم عايزين يلجأوا للفحم. الانتاج من البترول برضو ثابت بقاله فتره والاضافات مش كبيره، واحنا تحولنا لبلد مستورده للبترول بقالنا حوالي 10 سنين. ف وبالتالي احنا مضطرين نستورد، ولما تستورد برضو تيجي مشكله الدولار. فعشان كده طبعا في تفاصيل برضو زي كتير في الـ في الـ في الـ من جهه الارقام على استهلاكنا في كل انواع الوقود المختلفه، والفجوه اللي موجوده ما بين اسعار البيع للمستهلك والتكلفه والسعر العالمي، ودي اللي كانت خلت ده كان الدافع ورا زيادات الاسعار اللي حصلت في شهر 7 برضو اللي فات. هتلاقي كل هتلاقي كل التفاصيل دي موجوده في الورقه. اقتراحاتنا للحل ان لا بديل واضح ان هو الدعم المستمر لقطاع البترول للمنتجات البتروليه بالشكل الحالي كان غير قابل للاستمرار. يعني احنا وصلنا في 2012 2013 سنه ماليه سنه ماليه 2013 2014 وصل الدعم المقدر، لان لسه الحساب الختامي ما طلعش، حوالي 135 مليار جنيه او حوالي من 20 ل25% من الموازنه العامه للدوله. فده كان غير قابل للاستثمار لانه بيسحب من كل الاستثمارات الثانيه، فلازم يبقى فيه اعاده هيكله للدعم بشكل طبعا لا يمس ايه المحدود الدخل على قد ما نقدر. وممكن تكون البدايه بالنسبه للبنزين والسولار هي مشروع الكروت الذكيه، اللي هو يتم باي وسيله ان ديون قطاع الكهرباء يتم سدادها نتيجه الشركات الاجنبيه. ثانيا ان انا انوع مصادر الطاقه الكهربائيه عشان ما افضلش معتمد على الغاز والمازوت بس في انتاج الكهرباء، فاقلل شويه استهلاك قطاع الكهرباء للغاز والمازوت. ان انا اشجع كمان الصناعات كثيفه الطاقه ان هي تستخدم وقود بديل، مش لازم الفحم نتيجه اضراره البيئيه، ممكن استخدام المخلفات برضه في قطاع في صناعه الاسمنت او غيره. طبعا هنضطر اضطرارا الى استيراد الغاز الطبيعي، وده اللي مخططه له وزاره البترول في شهر 12 اللي جاي، فلازم نكتمل البنيه التحتيه المطلوبه لاستيراد الغاز، لان انا محتاج تجهيزات في المواني وغيره عشان نبقى جاهزين لاستيراد الغاز، لان يفضل استيراد الغاز تكلفته اقل من استيراد المازوت واي وقود تاني بديل، وبالتالي استيراد الغاز بالنسبه لي افضل من الوقود التاني. لازم نزود كمان الامكانيات التكرير، ان انا بضطر في احيان كتير استورد بنزين، استورد مازوت او استورد بوتاجاز، مع ان انا ممكن لو استوردت الخام البترول وكررته هنا هيبقى تكلفته اقل. طبعا تحويل النقل العام سواء في داخل المدن او بين المدن بدل السولار يبقى غاز طبيعي برضه ده هيوفر لي كتير. كان المفروض ان في مشروع لكده بس اختفى وسط الزحمه اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا برضه في يعني ده الحته بتاع البترول مش تخصصي قوي، فممكن لو في اي اضافه من استاذه سلمى هي شغاله في قطاع البترول ممكن تكلمنا برضه على الحلول في قطاع البترول. شكرا تامر. احنا يعني سريعا دلوقت سلمى يعني هتضيف بعض الملحوظات في ملف البترول والمحروقات، وبعديها هنفتح الباب لاسئله حضراتكم ونرد عليكم.
سلمى بالنسبه للدكتور تامر طبعا يعني انا بس تقديم سريع، سلمى ناجي عضو المكتب السياسي واحد المشاركين في كتابه الورقه اللي قدام حضرتك. اللي ممكن نتكلم فيه زياده عن الحلول اللي شرحها دلوقتي الدكتور تامر هو فكره زياده انتاج الغاز. زياده انتاج الغاز ليها شقين، في شق الطبيعي وهو لو كان في غاز موجود في مصر ولا لا، دي حاجه طبيعيه ما نقدرش نتحكم فيها، لكن في شق اخر اللي هو ليه علاقه بمديونيات شركات البترول، وفي نفس الوقت ليه علاقه بسعر الغاز اللي الدوله بتدفعه للشريك الاجنبي. السعر ده محدد من بقاله اكتر من 10 سنين، من تقريبا من سنه 2000 وهو ما اتحركش، في حين ان اسعار البترول كلها بتتحرك. والسعر المحدد ده جزء من مشكلته ان الدوله بتبقى لسه بتدعم، لان السعر الاساسي اللي هي بتديه للمواطن منخفض عن السعر ده. لو ابتدينا في تحرير سعر الغاز بحيث ان ممكن الدوله تدفع سعر اعلى لشركات البترول غير ان هم يدفعوا المديونيات اللي على الدوله، ده هيشجع الشركات دي في استثمار اكتر في البحث عن ما نطلق عليه الغاز الاصعب، وهو الجيولوجيا غاز اصعب استخراجه، فبيحتاج تكلفه اعلى، فمحتاج ان هو الدوله تدفع سعر اعلى. لو احنا يعني اتجهنا في سياسه ان الدوله تحرك سعر الغاز اللي هي بتدفعه للشريك الاجنبي، ده معناه ان احنا هنحتاج اقل من الغاز المستورد واقل من المازوت المستورد، لان ممكن نزود الانتاج المحلي. ده شق من القصه. في كمان حل اخر اللي احنا المفروض الدوله تبتدي تشتغل فيه، وهو اتجاه برضو لتحرير سعر الغاز بحيث ان الدوله لا تتحمل الدعم بالنسبه للمصانع الجديده. المصانع الجديده ممكن ان هي تتفق مع شركات المنتجه للغاز، وان هم ممكن يكون عندهم استعداد لدفع سعر اعلى مما تستطيع الدوله دفعه للشركات المنتجه او المستخرجه للغاز. ده معناه ان انا مش لازم احمل الدوله لا ان هي تدعم هذه المصانع ولا ان هي تتاخر في مديونياتها على شركات البترول واستخراج الغاز. بالعكس، انا ممكن يبقى عندي مصانع او صناعات معينه، ناس مستثمرين عايزين يفتحوا مصانع عندهم استعداد ان هم يدفعوا سعر اعلى للغاز بدل ما يدفعوا سعر لاستيراد الغاز او للمازوت او لغيره، وان هم يتفقوا مع الشركات دي على السعر ده، ويبقى في حقول جديده من الغاز الاصعب استخراجه ان هو دي مخصصه لهذه الصناعات الجديده. فده برضو ليه علاقة مرتبط بشدة بإعادة هيكلة الدعم وإعادة هيكلة منظومة الغاز في مصر، ودور الدولة كوسيط بين الصناعات وبين الشركات المستخرجة أو الشركات الاستكشاف الأجنبية. طبعا ده كله يرتبط برضو بحكاية المديونيات، يرتبط بدور الدولة في ان هي حاليا هي الشاري الوحيد للغاز في مصر، وده بيحط عليها ضغوط ليها علاقة بالدعم وليها علاقة بالسيولة النقدية اللي لازم تكون متوفرة من الدولار عشان تدفع للشريك الأجنبي للغاز. شكرا سلمى. بس قبل ما افتح الباب لحضراتكم، احنا بس اللي حابين نقوله ان التفاصيل الاكتر والمعمقة عشان كده الدراسة موجودة، وزي ما تامر اشار في البداية اللي ما عندوش نسخة رئيسية احنا كده كده هننزل الدراسة بالكامل على الصفحة الخاصة بينا على الفيسبوك، وكمان حضراتكم لو سبتوا ايميلاتكم هنبعتها لكم بصورة مباشرة. احنا بس جزء كبير من اللي احنا بنحاول نقدمه ان احنا بنقدم حلول، بس كمان بنقدم توصيف للمشكلة، لان جزء من مدخل حل السياسات العامة في مصر او في غيره انه كمان بيبقى فيه خناقه على توصيف المشكله واسبابها وايه المفروض البدايات. فمن المفترض انه يفتح المجال لكمان الناس تقول رايها في التوصيف، وان يكون في يعني زي مش بمعنى الخناقه بس لازم يكون في نقاش حقيقي انه فعلا ايه جذور الازمه، وما تفرضش علينا اسباب موحده للازمه وبالتالي دخلنا في سلك او طريق محدد للعلاج. لا، لازم يكون في نقاش على توصيف المشكله، لانه جوانب ازمات الطاقه وغيرها من ازمات مصر بيكون اسبابها متعمقه ومختلفه ومتنوعه، ولازم يفتح نقاش حوالين فعلا ايه جذور الازمات دي. الحاجه الثانيه ان احنا واحنا بنحاول نقدم اوراق سياسيه بنجد صعوبه شديده في البحث عن المعلومات، وبناكد النهارده وبنستغل ان احنا بنعرض ورق النهارده انه الحق في المعلومات مش بس حق للمواطنين، بس هو ضروره لرفع كفاءه النقاش العام حوالين السياسات العامه. مطلوب في مصر ان احنا عشان نصدر ورقه بالحجم ده او بتتناول قضايا من دي بناخد اكتر من يعني شهور لمجرد البحث عن المعلومه، مش ان احنا نفكر في الحلول او نشوف نماذج لدول مختلفه، لا، بتبقى رحله
شنيعة من البحث عن معلومات متضاربة بين وزارات مختلفة وأجهزة، والمسألة والكلام الحديث عن بقى دي معلومات سرية والكلام ده كلام لا يليق بدولة عاوزة ترفع من كفاءة السياسات العامة لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب. جزء من الناس بترجع لنا وبتقول لنا انتوا كأحزاب ليه ما بتصدروش سياسات عامة وأوراق؟ لأن احنا عشان نحصل على المعلومة يعني رحلة في بعض الأحيان ما بنجدش ليها إجابات، وبالتالي في موضوعات ما بنقدرش نتكلم عليها. يعني جزء من اللي احنا بنأكده النهاردة انه الحق في الحصول على المعلومة ليس رفاهية وضرورة لرفع كفاءة الأحزاب والمجتمع المدني عشان نقدر ننتج أكتر من أوراق السياسات العامة في قضايا متنوعة ومختلفة، وما يبقاش المجهود بيروح مننا وقت يعني مهدر من طاقتنا للبحث بس عن أرقام استهلاك ولا أرقام استيراد ولا مديونية شركة الكهرباء ولا الحاجات اللي احنا بنحاول نجتهد في الحقيقة. ده يعني ما نقدرش نزعم ان ده أدق معلومة ممكنة، بس ده أفضل اجتهاد بالبحث عن تضارب المعلومات المختلفة بين الوزارات المختلفة والجهات المختلفة.